ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه بخير. تعرفين كنت بفكر اتكلم معاكم في موضوع العيال اللي قفشوهم في الكمين بتاع حدائق اكتوبر وطلع معاهم عملات صعبه بقيمه 100 مليون جنيه. وكنت حابب اتكلم معاكم على ضبط امبراطور الصاغه. انا عارف ان حضراتكم اكيد تابعتوا الاخبار دي وما الى ذلك، بس ده ان افاد يفيد بايه بالنسبه لسيادتك لما تيجي تقرا خبر بيقول انه في 6 عيال اتقبض عليهم عندهم في اوضه تحت السلم في مبنى تحت الانشاء عملات صعبه تقدر قيمتها ب 100 مليون جنيه. وطبعا دول 6 عيال يعني كتاكيت، يعني دول اكيد ليهم معلم، ليهم زعيم عصابه. ماشي. ولما يبقى في حد زي الراجل اللي يعني تم ضبطه في الصاغه المعروف صحفيا بامبراطور الصاغه اللي والله ما اعرف هو مين، ويبقى في عنده هو كمان كوارث، ده بالنسبه لك يساوي الايه او تفهم منه ايه؟ هل تفهم منه انه الازمه هي أزمة إدارة اقتصاديات البلاد وإدارة معاملاتها أو سياساتها النقدية والمالية، ولا إن الأزمة في المضاربة وفي تجارة العملة في السوق السوداء وفي لم الدولارات من الناس وفي الشركات اللي بتشتغل بره مصر علشان خاطر تاخد الدولارات وما تخليش الناس أو العاملين بالخارج يحولوها عبر القطاع المصرفي؟ أتمنى انه حضرتك تبقى شايف كويس جدا مدلول الخبر، مش بس الخبر. اسهل حاجه ان انا اقول لك ايه، وتم ضبطها مش عارف تشكيل عصابي من 6 افراد تم ضبطهم في كمين في طريق حدائق اكتوبر، وانه بعد كده دول ارشدوا عن المكان اللي كانوا واخدينه واللي فيه وشكرا باي باي، وبعدين نقول اه تمام كويس جدا. شوف، من جهة هو بالتأكيد أن مدلول الخبر بيقول أنه الجهات المنوط بها عمل هذه الضبطيات والمداهمات ألا وهي الجهات الأمنية سواء إذا كانت الكمائن أو الأموال العامة أو إلى آخره، كل من له علاقة بهذا الموضوع أكيد الناس دي شغالة نار، ده أكيد. بس هناك مدلول آخر، مدلول أنه مش هاخدك على المسألة بتاعت نحن نتكلم عن انتقاد بعض السياسات الاقتصادية للدولة أو للحكومة بالتحديد، مش هاخدك على الحتة دي صدقني، لكن هاخدك على أنه جانب كبير جدا من الأزمة هو الجانب الأكبر، الجانب الأخطر، الجانب الأعمق، هو وجود تشكيلات عصابية بتشتغل في تجارة العملة وعلى كتير وعلى كبير وعلى تقيل. 6 عيال دول كتاكيت، فين بقى الديك الرومي الكبير اللي ماشيهم؟ ده اللي لازم يجي. عارف انت كده الله يرحمه يا رب خالد صالح في فيلم عمارة يعقوبيان قال له ما بعرفش ارسم غير حاجتين، يا الارنب يا الديك الرومي. المعلم ده مش ارنب، المعلم ده اكيد بتاع ديوك رومي، ده اكيد عنده زي ال6 عيال دول 600 طالقهم. هل هو معلم واحد ولا اكتر؟ حقيقي الله اعلم، انا اظن انه ده اكتر، ودول بقى اللي احنا بجد واتمنى بل واثق ان احنا اكيد هنجيبهم. حلو؟ زي المعلم هموش كده على راي عمرو زكريا. ف معلم هموش ده اللي هو كان في الفيلم بتاع عادل امام، المهم المتسول، ايوه. فهنا انا عندي ثقه بل يقين ان كل اللي بيشتغلوا في السوق السوداء هيتجابوا. طب ازيدك من الشعر بيت، انا اكاد اكون على يقين ثابت انه تم تحديد الناس دي وتم رصدهم وانه هيتجابوا زي ما بالظبط كده من اطلق عليه صحفيا او اعلاميا امبراطور الصاغه. ما هو خد بالك انت علشان تجيب الناس دول المسألة مش هي صباح الخير يلا بينا نروح ننزل نجيب الراجل، المسألة مش كده، ده الحكاية بقى بيبقى فيها تحريات وتقارير وبعدين يبقى فيها قرائن إلى أن نصل إلى الأدلة، وبعد ما نوصل لكل حاجة والحكاية تترتب بالمظبوط نبقى متأكدين إن احنا كل خطواتنا سليمة وإن الراجل مش واخد باله، هوب فهيتجاب هو الإمبراطور والملك والأمير والبرنس وكل الناس دي والمعلم. نفس القصة في تجارة العملة، نفس القصة في تجارة العملة.
فكل اللي انا طالبه من حضراتكم انكم بس تبقوا فاهمين ان اللعبه اكبر بكتير. طيب هو في اباطره زي دول شغالين بره حدود جمهوريه مصر العربيه؟ طبعا طبعا. وبيجوا لحد عندك ويقول لك بص انا هديلك سعر كذا بس ما تحولش انت عن البنك، ويأمنك ويكلم في التليفون ويقول لك كلم اهلك وخليهم يبعتوا لنا رقم اللي مش عارف الحساب ولا هنحول دلوقتي وانت قاعد، ويحولوا قدامهم وتمام و100 فل و14. عايز تشوف الصوره على بعضها حقك وده دوري. عاوز تسمع اللي انا بقوله وتدخله من الودن دي وتخرجه من الودن الثانيه براحتك، بس انا دوري لازم اعمله. دوري هو ان انا اقول لك الحقيقه كامله بكل اوجهها، فاذا كانت الحقيقه تحمل وجهين هقول لك الوجهين، واحيانا للحقيقه مئات الاوجه للاسف الشديد. شيء بائس ان يبقى الحقيقه الف وجه، بس للاسف ساعات بتحصل، وبالضروره ان انا اظهر لك الالف وجه. كذا الحال واحنا بنتكلم، انا الشائعات طول الوقت شغاله، يعني ما انت لما تيجي تشوف هو في حد يقدر يزايد على الدور المصري في فلسطين؟ هو في حد عمل اللي احنا عملناه؟ طيب هو في زعيم في العالم تلقى او تقدم باتصال اكتر من فخامة الرئيس السيسي فيما يتعلق بحل قضية الصراع العربي الصهيوني؟ وفي الجولة دي تحديدا انا مش هكلمك خلال العشر سنين اللي فاتوا من 2014 وحتى هذه اللحظة، انا هكلمك على الوضع الحالي اللي بدأ من يوم 7 اكتوبر ولحد النهاردة 101 يوم. الرئيس كان عنده 66 اتصال من أجل حل القضية. عايز حد يقول لي في زعيم آخر في العالم عمل هذا الجهد؟ 66 اتصال ده غير اللقاءات، ده للرئيس بس مش لوزير الخارجية مش طيب خليني هنا أخد معانا على التليفون دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. اهلا. ازاي الصحه محمد. كله تمام الحمد لله والله الحمد. لفت لنظري جدا تصريحات حضرتك المتعلقه بال 66 اتصال اللي تم اجراءهم مع فخامه الرئيس، وعايز افهم اكتر عن هذه الاتصالات وحجم هذه الاتصالات اذا ما قورنت بحجم الاتصالات واللقاءات مع اي زعيم اخر على مستوى الكره الارضيه. ما عندناش مجال للمقارنه، يعني اللي عايز اقوله ان يعني الوقت اللي بيقضيه السيد رئيس الجمهوريه للنقاش والتباحث سواء مع مؤسسات واجهزه الدوله المصريه باجهزتها المختلفه، سواء مع قاده وزعماء دول العالم سواء في الاقليم او على المستوى العالمي، هتلاقي شوف يا استاذ يوسف اما تيجي تشوف ان حجم الاتصالات، يعني ال 66 اتصال مع قاده ورموز من دول العالم للتباحث حول الخروج من هذا المأزق، حول تخفيف معاناه الشعب الفلسطيني، حول التهدئه الطويله نسبيا، يعني دور مصر لما تيجي تشوف حضرتك طبعا اشتركت معانا طبعا دولة قطر في الهدنة اللي دامت حوالي 7 أيام، اما تيجي تشوف الاتصالات والزيارات بقى احنا ما بنتكلمش بس في مجرد الاتصالات التليفونية، شوف حضرتك حجم القادة اللي زاروا مصر. صحيح. في منذ يوم ما بعد هجمات 7 اكتوبر حتى هذه اللحظة علشان تقدر تشوف التأثير المصري، لأن هذه النخبة هي جاية مش جاية مجرد أحاديث شفهية فقط، وإنما مدركة حجم التأثير ليس فقط كدولة جوار مباشر بالنسبة للدولة المصرية، وإنما لأن التأثير المصري في الوصول لحالات التهدئة في حروب غزة الأربع، لأن كما تعلم حضرتك أستاذ يوسف المواجهات اللي كانت ما بين اسرائيل وما بين الحركات الفلسطينيه المصارعه وتحديدا حماس بشكل اقاصي ما كانتش في 2023 بس. صحيح. عندنا مواجهات من 2008 2012 2014 2021،
وبالتالي في جهد مصر بتبذله على مستوى اللقاءات السياسية للسيد رئيس الجمهورية، وطبعا السيد وزير الخارجية، السيد رئيس المخابرات العامة، بنيجي نشوف ال 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 الكم الجهود اللي بتبذلها مصر فيما يرتبط بالتخفيف المعاناة الإنسانية. واللي عايز أقوله إن الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية، مش هنقول اللي هي مش هتنطلع على رأي العام المصري ولا رأي العام العربي، هتنطلع على رأي العام العالمي. صح. لأن طول الوقت الجهود اللي بتبذلها مصر سواء المرتبطة بيه ادخال المساعدات الغذائيه، ادخال الامدادات الطبيه، حتى الحالات الحرجه شديده الخطوره تم ادخالها الى الداخل المصري، والتصريحات اللي كان قالها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه ان الدوله المصريه يعني منذ اللحظات الاولى. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، قول لي. يعني يمكن اعرف بعض الحالات المرضيه هناك نقص نسبي في عربات الاسعاف للداخل المصري نتيجه ان كتير من عربات الاسعاف راحت سينا ولنجدت اخواننا الفلسطينيين. طب عندي هنا سؤال يا دكتور، وهو انه انا متفق جدا بانه كل هذه الادعاءات والاكاذيب المحضه البواح للأسف الشديد من الجانب الصهيوني لن تنطلي لا على المصريين ولا العرب ولا حتى على المستوى الدولي، بدليل أن الشخصيات الدولية المتعلقة بالتصريح حول هذا الموضوع، يمكن كان آخرهم النهاردة أنطونيو جوتيريش بنفسه تحدث عن أن إسرائيل هي المعطل الرئيسي لكافة المساعدات. بس ما هو بالنسبة لهم ده هم شايفينه ده غصب ليه طبعا. بس إسرائيل بقى تكذب في مسألة أصل مصر بتحصل رسوم بشكل غير رسمي على المعبر، كذب. مصر مستعد متفقة معانا على احتلال محور فيلادلفيا، صلاح الدين، كذب. مصر بتوصل مساعدات وسلاح للمقاومة، كذب. مصر هي اللي بتعطل المساعدات الطبية، مصر اللي بتعطل المساعدات الغذائية. مجموعة من الأكاذيب، إسرائيل عايزة إيه من وراء الأكاذيب بما إنه لن تنطلي على الشعب المصري، لن تنطلي على المجتمع العربي سواء إذا كانوا مواطنين أو قادة وزعماء، لن تنطلي على الزعماء والقادة الدوليين. إسرائيل عايزة إيه من ورا ده؟ أولا بتحول الأزمة لفرصة، تحول منطق المذنب لمنطق اللي هو ليست مسؤول عن مجاره، يعني ودي ليست سياسة راهنة خاصة بإسرائيل، دي سياساته منذ عقود، تملي الإشعار أن هم دولة قايمة على عدم الأمن وليست الأمن، دولة تعيش، هي دولة ديمقراطية تعيش في صحراء من الدول السلطوية. يعني إسرائيل طوال الوقت ستظل تروج لروايات وأكاذيب. دورنا التصدي لهذه الروايات. يعني لما تيجي تشوف إسرائيل هي تستشعر بدرجة رئيسية إن دولة محورية، زي ما يعني إحنا عاملين اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن توقيع اتفاق السلام لم يؤدي إلى تخلي الدولة المصرية ورئيس مصر والمؤسسات الدولة المصرية عن الالتزامات القومية العربية فيما يخص أبعاد كثيرة. صحيح. يعني البعد الأول توجيه اتهامات محددة لحكومة بنيامين نتنياهو بأنها المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع من انزلاق لأوضاع خطرة. وإحنا كنا بنقول في يعني لما تيجي تشوف التصريحات المصرية كانت تشير بوضوح أن يعني ممكن إحنا مختلفين مع حماس في كتير من التوقيتات، لكن في اعتبارات اللحظة مرتبط بان الاشكال الاساسي زي ما انت كنت لسه بتقول من شويه هي مرتبطه بسياسه الدوله القائمه بالاحتلال، لان اللي ادى بحماس لذلك هو وضع الاحتلال والذي يؤدي الى محاولات لتصفيه تلك القضيه. ده رقم واحد. رقم اثنين ان جهود الدوله المصريه تملي بتتكلم على حل الدولتين. صح. في ظل ان سياسات هذه الحكومه تؤدي اما الى تصفيه تلك القضيه أو محاولة استخدام تلك الأوضاع للتوضيح بأن ما تواجهه إسرائيل ليس سياسات
قوه مقاومه مشروعه تجاه احتلال. وللاسف وللاسف يا استاذ يوسف الولايات المتحده شريكه لاسرائيل في هذه الحرب وستظل، لان عندما يخرج رئيس الولايات المتحده ويتحدث ان ما واجهته اسرائيل في 7 من اكتوبر اكبر مما واجهته اكبر مما واجهته اسرائيل سبع يعني 11 سبتمبر اقل مما شهادته اسرائيل في 7 من اكتوبر. لانه الصوره اللي اسرائيل عايزه طول الوقت انها توجه اليها انظار المجتمع الدولي بل وايضا شعوب العالم انه اسرائيل مهدده دائما في حاله وجود. خليني الاول ربنا يخليك يا دكتور، خليني اشكرك جدا 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 على مداخلتك معانا، واتمنى بجد انك تنورنا قريب جدا في الاستوديو. كل الشكر ليك دكتور محمد عز العرب، رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه مركز الاهرام للدراسات. قبل الفاصل بصوا يا سادة أكرم، الكيان الصهيوني المحتل الأرض العربية لا هدف له على الإطلاق سوى البقاء وعدم الرحيل، أدي واحد. اتنين، الهدف التالي عليه فورا هو إخلاء الأراضي الفلسطينية بالكامل فتصبح الأرض بلا شعب. ركز في المصطلح، أرض بلا شعب. ليه؟ حتى يستحقها من وجهة نظرهم شعب بلا أرض. دي ناس جات لنا من أوروبا، قلنا من بعض المناطق في افريقيا، قلنا من بعض مناطق اخرى في امريكا اللاتينيه، قال لك يلا بينا احنا هنروح نقعد في الحته دي، اصل احنا شعب. لا انت ما انتش شعب، انت ديانه. الديانه مكانها كل ارجاء المعموره. خلاص؟ طيب، بدات الخطه، سيبنا من التفاصيل اتكلمنا فيها كتير وهنتكلم فيها اكتر بعدين، لكن راح. طيب يبقى لازم يفعل ايه؟ يفعل بقى الأرض التي بلا شعب. هو بيحاول يفعل معادلة أرض بلا شعب طول الوقت من تلاتينيات القرن العشرين مع العصابات الصهيونية اللي كانت بتشتغل على الأرض المحتلة قبل إعلان الدولة، زي ما كنا بنتكلم دايما العصابة بتاعت هاجانا، العصابة بتاعت شترن، العصابة بتاعت أنسل إلى آخره. فبيحاولوا طول الوقت يرتكبوا كل الفظائع، كل المذابح لترويع الناس، فيسيبوا أرضهم ويهاجروا ويقتل اللي فاضلين إذا فضل حد. فهنا هتتذكر الأزمة بتاعت النكبة الكبرى في 48، صح؟ كويس. يحاول ويستمر وهكذا لحد ما تيجي تشوف هذه الجولة الحالية من الصراع، محاولة إخلاء غزة من الناس تبقى فاضية تماما وفيها أسباب أخرى مش محل مناقشتها دلوقتي، هيجي وقت وهنتناقش فيها. لكن في النهاية هو عاوز الأرض بلا شعب. طب يخلص على غزة، يبدأ بقى يروح على فين؟ طبعا يروح على الضفة فيخليها، يوديهم بقى الأردن ويودي الناس في غزة على مصر. طب المخطط ده فشل ومصر وقفت في وشه بمنتهى الحزم والحسم والقوة وبمنتهى البأس، فيبدأ يشتغل على إيه؟ طيب تعالوا بينا يا جماعة نقنع دول بره بمعادلة جديدة، يفتحوا باب الهجرة للفلسطينيين. وكندا ماشيه في السكه دي بالمناسبه يعني، وده كان جزء من مخططه. وبقيه الدول قالت لك لا خلاص مش هينفع. طيب ما تيجوا ننقلكوا بقى جوه اراضي تانية برضو في الداخل الفلسطيني. فمصر قالت مش هيحصل. ليه؟ لانه مصر رفضت، ما احنا في عندك مجموعه لاءات تعال نعدها، لا للتهجير القسري، ادي واحد. طيب اتنين، لا لتصفيه القضيه، صح؟ طيب تلاته، ايه تاني؟ لا لإبادة الشعب الفلسطيني. طيب واربعة، لا ايه؟ لا لأي محاولة بأي حال من الأحوال لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية أو لأي أراضي أخرى في الداخل أو في الخارج. وبعدين راحت مصر جاية حطت اللقاءات الأربعة وراحت قالت أكدت على موقف إيه؟ ولا حل سوى حل الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو 1967. ليه مصر ما تمسكتش بقرار الأمم المتحدة آنذاك، مجلس الأمم المتحدة في 67؟ ليه ما تمسكتش بده؟ لأنه هذا القرار كان بيتحدث عن إيه؟ بيتحدث عن انسحاب إسرائيل من أراضي، وأنا شرحت لك ده قبل كده، من أراضي تم احتلالها. لكن لو قال الأراضي اللي تم احتلالها يبقى الانسحاب ضروري ووجوبي، لكن لو قال أراضي وشال الألف واللام إيه اللي يحصل؟ يبقى أراضي أو أراضي لأ. فمصر تمسكت بمنتهى الذكاء في إيه بقى هنا؟ ويمكن دي كانت كلمة الرئيس في 2014 في قصر القبة،
إقامة الدولتين على حدود ما قبل 5 يونيو، وإنه تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية. ده التأكيد المصري. فمصر تفضل مكملة في ده، وتفضل مكملة في استدامة المساعدات والإصرار على دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والمهمات المعيشية وما إلى ذلك. تفضل مستمرة في ده، وإصرار مصر على ضرورة وقف إطلاق النار. ده مش بس كده، ده أضافت في قمة العقبة هي والأردن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألا الخامس، اللي هي بتاعت إيه؟ رفض قاطع لاستمرار الاستيطان الفلسطيني، آسف، لاستمرار الاستيطان الصهيوني. يعني على إسرائيل أن تتوقف عن النشاط الاستيطاني. فأصبحت اللقاءات الأربعة زائد واحد بقت 5 لقاءات واضحة بجلاء، زائد التأكيدات المصرية على مبادرة شاملة كاملة عبارة عن حل الدولتين زي ما كنا بنتكلم. أستأذنك نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة المصرية بالاستعداد الكامل للتعامل مع تبعات الحرب على قطاع غزة وتقديم كافة سبل الدعم للفلسطينيين، ومنذ اليوم الأول للأزمة قامت الدولة المصرية بوضع خطة إدارة الأزمة لتقديم الدعم الطبي لأهالينا من قطاع غزة، حيث تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من خلال غرف العمليات والتحكم والسيطرة وإدارة الأزمات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكذلك تشكيل لجان فرعية بالمحافظات وغرف أزمات احتياطية. تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة التي تستقبل الحالات والنقاط الطبية وتقسيمها لثلاثة مستويات طبقاً للخدمات المطلوبة ومستوى الإشغال والتنسيق مع الجهات المعنية بإجمالي 37 مستشفىً بثماني محافظات بمشاركة 35,234 طبيباً و 38,744 ممرضاً وفرق دعم مساندة، مع التأكيد على المديريات الصحية بزيادة الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة والأطقم المعاونة والعمل على مدار 24 ساعة. وجاءت المستويات كالتالي: المستوى الأول مستشفيات محافظة شمال سيناء، الشيخ زويد والعريش وبئر العبد. المستوى الثاني مستشفيات محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط. المستوى الثالث مستشفيات محافظات القاهرة والجيزة. تم تجهيز ودعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية المتوقع استخدامها أثناء إجراء العمليات المختلفة للمصابين، مع دعمها بكميات كبيرة من الطعوم الروتينية والتطعيمات الدولية والأمصال، بالإضافة إلى تأمين احتياطي لأكياس الدم ومشتقاته وكذلك أكياس البلازما، حيث تم دعم محافظة شمال سيناء من أكثر من 8 بنوك دم إقليمية في 7 محافظات على مستوى الجمهورية. ونظراً لتعقيدات الحالات المصابة، تم اختيار بعض المستشفيات عالية التخصص لتصبح قادرة على تقديم الخدمة الطبية وخاصة في مجالات الإصابات والأورام. تم توفير الخدمات الإسعافية ورفع الجاهزية الطبية بمعبر رفح البري والدفع بسيارات الإسعاف المجهزة بكافة التجهيزات لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الإسعافية حتى يتم نقل الحالات للمستشفيات المصرية، حيث تم تجهيز نقطة إسعافات أولية مجهزة بأدوية الطوارئ لفرز وتحويل الحالات. الدفع ب150 سيارة إسعاف، منهم 30 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي متواجدة بمحيط المعبر، و90 سيارة إسعاف دعم قريب من داخل المنطقة الشمالية، ثم 30 سيارة إسعاف دعم احتياطي من المنطقة المركزية. تم الدفع بفرق من الحجر الصحي المصري وعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية وفحص القادمين من الجانب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات الطبية. وبجهود مصرية خالصة وتوجيهات القيادة السياسية، تم استقبال الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من قطاع غزة،
حيث تم تجهيز سيارات الإسعاف المتواجدة بمنفذ رفح البري بأحدث المستلزمات الطبية والمعدات والحضانات المجهزة والأطقم الطبية المتخصصة للتعامل معها، كما تم نقل 12 طفلا بواسطة الإسعاف الطائري إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة لتلقي العلاج، كما تم استقبال الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي استنجد بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاج بمصر، وفي استجابة فورية أمر السيد الرئيس بإحضار الطفل ويتلقى العلاج حالياً بمستشفى معهد ناصر. ومنذ اليوم الأول للأزمة وحتى تاريخه تم استقبال المئات من المصابين الفلسطينيين، وكذلك استقبال الآلاف من العابرين عبر معبر رفح البري، وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات المصرية مع إجراء المئات من التدخلات الجراحية المختلفة بعد أن تعافت بعض الحالات، وإيماناً وتأكيداً على دورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ستظل مصر تبذل جهدها لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ازيكم عاملين ايه؟ بصراحة التقرير ده اللي عملوه وزارة الصحة فعلا حلو فعلا، يعني انا متأكد 100% 100% انه كل المصريين عارفين حجم الدور المصري اللي بيتلعب لأجل اهالينا الفلسطينيين 100% انا متأكد. انا دايما يا جماعة بس اللي بيشغل بالي ايه، انه ساعات عارف اللي بسميها كده احاديث المقاهي، وده مش عيب يعني، أحاديث المقاهي، ساعة بنبقى قاعدين مع أصحابنا في المقاهي في بيوتنا في النوادي في الجامعة في الشغل، تجاذب أطراف الحديث يقول لك إيه، قريت خبر كذا ده بيقولوا كذا، تفتكر الكلام ده صحيح؟ يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام، أي موقع، أنا بقولها لك كده في المطلق، أي موقع هيشكك لك في الدور المصري، أي موقع ثق لدرجة اليقين الكامل بنسبة 100% دي مواقع الإخوان المسلمين، ومش عايز أقولك أسميها إيه يعني، حتى لا يحسب عليا أن أنا مثلا أبقى بروجها لك، لكن في النهاية هي مواقع إخوان مسلمين. واللي يضحكك أنه بيقولوا نفس الكلام اللي بيقولوا الصهاينة، يعني أنا النهاردة لما ألاقي موقع يقول لي كلمتين وبعدين ألاقي هم نفس الكلمتين بيقولوهم الصهاينة، تثق في الموقع ده؟ تعرف هو إخوان ولا مش إخوان؟ مش مشكلة تثق، أنا بقولك المفروض ما تثقش. تعرف مصر مقدمة مساعدات قد إيه لغزة حتى هذه اللحظة؟ على الأقل فيما يطلق عليه النطاق الصحي أو المساعدات الطبية وما إلى ذلك، أنا هقولك لكن مش بلساني. أنا عايز أرحب أولا جدا بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أهلا بك يا دكتور. إزاي حضرتك؟ تحياتنا ليك، ويا رب تكون سنة سعيدة على حضرتك بإذن الله وعلينا جميعا. اللهم امين ونسال الله سبحانه وتعالى السعاده لمصر والمصريين في العالم كله. اللهم امين، اللهم امين يا رب. السلام والامن على كل العالم. اللهم امين. دكتور، حجم المساعدات اللي بتقدمها مصر عن طيب خاطر واعمالا لدورها الانساني اولا وكدوله جوار ثانيا وكدوله كبرى في الاقليم بالدرجه الاساسيه، حجم المساعدات اللي بتقدم لفلسطين قد ايه تقريبا؟ يعني خليني اقول لحضرتك هو كيف بدات الحكايه. الحكايه بدات منذ بدايه الاحداث في السابع من اكتوبر، وبعد ان اجتمع مجلس الامن القومي المصري برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك توجيهات مباشره من السيد الرئيس للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان ببذل كافه الجهد وتوفير كافة الاحتياجات للقطاع الصحي للأشقاء في قطاع غزة. التوجيه ده من السيد الرئيس ما كانش بس لوزارة الصحة، لكن الحقيقة كان بكافة أجهزة الدولة المعنية. الموضوع مش بس وزارة الصحة، الموضوع إنه كافة أجهزة الدولة وأجهزة الأمن القومي والخارجية والتضامن كلها بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في القطاع. ويمكن البداية كانت الحقيقة من الشعب المصري اللي عمل حملات من خلال التجمع الأهلي
الوطني والجمعيات الأهلية بالقوافل اللي اتحركت للقطاع من خلال معبر رفح، بيبقى فيها من مساعدات تشمل أغذية، تشمل أدوية، تشمل بطاطين. الحقيقة ده كان يمثل أكثر من 60-70% من حجم الحافلات اللي عبرت المعبر، هي من مصر ومن أهل مصر ومن الدولة المصرية. ده غير الجانب الطبي اللي يمكن حضرتك ذكرناه في الفيديو، الخطة التي تم وضعها للتعامل مع الأحداث الصحية، بداية من تشكيل غرفة الأزمة في وزارة الصحة اللي بتنعقد يوميا لمتابعة وصول العابرين عبر المعبر، سواء كانوا من حاملي الجنسيات المختلفة أو من الأشقاء الفلسطينيين المصابين أو الجرحى أو اللي عندهم أمراض مزمنة. إحنا الناس بتتكلم بس على الجرحى، لكن الحقيقة مش بس مصر استقبلت أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، لكن كمان استقبلت أعداد كبيرة من اللي عندهم أمراض مزمنة. يمكن أشهر حاجة كانت الأطفال اللي كان عندهم أورام، أو الأطفال المصابين بالأورام بعد أن تم قصف مستشفى التي تعالج الأورام في القطاع. الأطفال دول تم استقبالهم واستقبلناهم في مصر، وتم بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تحويلهم أو علاجهم، وبيتم وما زال بيتم علاجهم في مستشفيات الأطفال المتخصصة في مصر. النهارده بنتكلم على أكثر من 36 مستشفى مصري، سواء في شمال سيناء أو بره سيناء، في البورسعيد، في الإسماعيلية، في القاهرة، في معهد ناصر، في مستشفى الشيخ زايد، في مستشفيات مصر بتتعامل مع أكثر من 36 مستشفى بتتعامل مع المصابين بطواقم طبية، يعني أكثر من 35,000 من الطواقم الطبية، ومع حالات في منتهى التعقيد. احنا سجلت مفيش حالة واحدة من الحالات المصابة يمكن ان يعالجها تخصص طبي واحد، كل الحالات بتحتاج الى اكثر من تخصص، احيانا بتصل الى 7 أو 8 تخصصات من الجراحة العامة، جراحة التجميل، جراحة العظام، جراحة طب العيون، الحروق، العنايات المركزة، كل جراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب. الحالات دي الاستشاريين دول بيتجمعوا كلهم للتعامل مع مصاب واحد أو مريض واحد من مدى صعوبة الحالات التي نتعامل معها. ده يمكن فايض من ما يعني يتم تقديمه على الأرض من المصريين لأشقائهم في القطاع، ومن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس بكل الأجهزة. ما فيش أجهزة الأمن القومي، أجهزة وزارات التضامن، ووزارات الهلال الأحمر من مصر لا نستطيع أن كل العالم يمكن دوره، وزارة الخارجية. الحقيقة مصر كلها بتعمل بتوجيه من قائدها لتوفير كل الدعم لأشقائنا، لأن هو ده واجبنا كمصريين تجاه أشقائنا وكمصر الأخت الكبرى لكل الأشقاء. طب دكتور حسام، خليني أسأل سؤال وكأنه فرضية جدلية، يعني ما يمكن نكون والله أنه هذه أعباء ثقيلة على وزارة الصحة والمنظومة الصحية المصرية، قد يكون ذلك أعباء ثقيلة تضغط على مخازونات الدواء والمهمات الطبية في مصر، قد يكون ذلك ضغطا على الأسرة الموجودة في المستشفيات المصرية، فيساوركم أو تساوركم فكرة أنه خلينا نقلل، ودي فرضية جدلية بس أنا عايز حضرتك اللي تقول. إحنا القيادة السياسية والمسؤولين وأجهزة الدولة هم أبناء هذا الشعب. النهاردة لو أنت سألت أي مواطن مصري هل بسبب أنه عندك صعوبة أو عندك التزامات تتخلى عن أشقائك في فلسطين، لو في حد من المصريين قال يبقى احنا ابناء مصر اللي بنتولى المسؤوليه ممكن نقول فندم احنا ابناء هذا الشعب، والشعب كله
عنده الحرص على دعم الأشقاء في القطاع. والحمد لله أن الدولة بقيادتها بالسيد الرئيس ووزارتها بأجهزتها كلها بتتحرك وفق ما يريده ويستشعر به المواطن المصري. هو المواطن المصري عنده استعداد يتخلى عن أشقائه؟ لا أعتقد. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه بجمهوريه مصر العربيه. بصوا يا جماعه، وده مش تعقيب على كلام دكتور حسام، وانما يمكن هقول لك يمكن ايه المزيد من التوضيح بشكل ما. دكتور حسام قال جمله حلوه جدا، قال لو في اي مصري مستعد للتخلي عن دوره حتى ولو المعنوي تجاه فلسطين وغزة، يبقى احنا ابناء مصر اللي في مواقع مسؤولية هنتخلى. لو المصريين مش مستعدين يبقى احنا بالتأكيد كمان مش مستعدين. فهضرب لك مثل قد يبدو بعيد جدا. حضرتك بتتفرج على التيك توك كويس، حضرتك بتشوف الفود بلوجرز زي حالاتي كده، انا راجل احب الاكل واحب اعرف محلات الاكل كويسة فين وبتاع، مش بس المحلات وعربيات الاكل وكله. هتجد انه الفود بلوجرز المصريين او الذواقة المصريين، الناس اللي بيعملوا الريفيو، الناس اللي بتقولك والله المكان ده حلو المكان ده مش قوي، الاكلة دي لذيذة الاكلة دي محتاجة كذا، لن تجد، انا بقولك بجد لن تجد واحد الا لما يبدأ كلامه في اول الفيديو على تيك توك يقولك ايه، اولا ما تنسوش انكم تضعوا اهالينا في فلسطين، وان احنا لسه لازلنا مصرين على دعم اهالينا الفلسطينيين واهالينا في قطاع غزه وبتاع، ويختم الفيديو بتاعه اللي بيتكلم فيه على موضوع مختلف تماما، والاكل وعربيه الاكل دي والسندوتش ده والمكرونه دي وكل الكلام ده، وهنفضل دايما ندعي لاخواتنا في فلسطين وان احنا دايما هنبقى واقفين معاكم. لما تيجي تبص على البروفايلز بتاعتهم تلاقيهم دايما حاطين العلم الفلسطيني جنب العلم المصري. ده شق. امشي في الشارع يا مؤمن وبص على عربيات الناس، عربيات الناس، ملاكي، أجرة، ميكروباص، هتلاقيهم حاطين مش عارف ايه مع غزة، علم فلسطين، كلنا مع فلسطين، كاتب كلمة فلسطين بستيكر وحاططها على أزازة العربية. دول مصريين مش فلسطينيين بالمناسبة. يعني نهينا عن الفلسطينيين اللي منورنا، في النهاية دول أهلنا وإخواتنا ومعانا من سنين، مصر تسع الجميع. لكن أنا بكلمك هنا على مين؟ على المصريين واستيكرات العربيات على الإزازة الوراني، حاططها على الشنطة من ورا، مش عارف إيه كلام من ده. ده مثلا لازم تبص موقف، مثلا يعني لو تتذكر من البداية خالص موقف النقابات الفنية المصرية من اللي حاصل على الأراضي الفلسطينية. لا، وبعدين تروح واخد كل ده وتشوف انعكاسه في الشارع بحجم المظاهرات الحاشدة المليونية التي انطلقت في ميادين وشوارع مصر لما الرئيس اتكلم على ده مع المستشار الألماني لما كان هنا في القاهرة، أولاف شولتز. الله. وبعدين لما تيجي تشوف بقى بكل ده بالتوازي تطابق موقف الشارع هو موقف رئيس الجمهورية، هو موقف وزير الخارجية، هو موقف البرلمان بغرفتيه، هو موقف الإعلام والصحافة المصرية. هنا تفهم فورا إنه لا مجال للحديث على الإطلاق في أي شيء متعلق به لا التخلي عن فلسطين ولا إدارة الظهر ولا محاولة تربح ولا بيع القضية. يا راجل يا طيب، لما مصر عملت اتفاق السلام زمان والمعاهدة وما إلى ذلك، وبالمناسبة هذا يحسب للجميع، نحب مين وما نحبش مين دي قصة تانية، نتفق مع مين وما نتفقش مع مين دي قصة تانية، ما في حد حاول إرغام المجتمع المصري على التطبيع. اضرب ده بقى، عارف كده معادلات الجبر، اضرب ده كده وافتح قوسين، والمصريين ما بيطبعوش ومش عاوزين يطبعوا ومش هيطبعوا. مجتمع والدولة لم تحاول إرغامهم، ولا أنها تسقيها لهم بالمعلقة، ولا تديها لهم حقنة في الوريد ولا في العضل ولا تحت الجلد. مفيش اتفاق سلام، دي سياسة. تطبيع ده بتاع الناس. دي مصر يا حلوين، ومصر كبيرة قوي وشعبها عظيم قوي.
خليني أخدك ونروح على جلسات البرلمان المصري خلال هذا الأسبوع. عارفين الجلسات بتاعت امبارح ثم وطبعا اتكلمنا عنها واتكلمنا على كلمة معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري. أما النهاردة فكان أيضا هناك جلسة شديدة الأهمية متعلقة بقانون الإجراءات الجنائية واللي أعلن فيها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية موافقة الحكومة على بدء سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام في الجنايات من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من إرجاؤه للأول من شهر أكتوبر 2024. للمزيد من الإيضاح معايا على التليفون سيادة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. أهلا بك سيادة النائب وكل سنة وانت طيب على العيد اللي أنا متأخر عليك فيه وعلى السنة الجديدة وربنا يعيدها علينا جميعا بالخير. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير سيادة النائب. حبيبي يا هبي يا هبي عايزين نفهم منك أكتر وهنا بقى كوكيل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مش بس كنائب يعني ذائع الصيت مبهر الأداء في البرلمان ولكن القانون اللي تم مناقشته النهاردة والعمل به فور صدوره ومش إرجاؤه للأول من أكتوبر. خلينا كده بالراحة نوضح للناس أني المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وصف قانون الإجراءات الجنائية في أول اجتماع للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بأنه دستور مصر الثاني لأنه بينظم كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وبالتالي من هنا كان في أهمية خاصة جداً لوجود مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بعد 74 سنة القانون القائم من سنة 1950. إنما ليه إحنا النهاردة بنناقش استئناف الجنايات يعني أولى ثمار عمل اللجنة الفرعية الحكومة تقدمت بمشروع قانون لاستئناف أحكام محاكم الجنايات لأن في التزام دستوري طبقا المادة 96 والمادة 240 من الدستور خلال 10 سنوات يجب على الدولة أو تكفل الدولة وجود قانون ومحاكم تتلقى طعون في الأحكام اللي بتطلع من محاكم الجنايات ودي ضمانة جديدة بتضاف للضمانات اللي بتوفرها الدولة للمواطن واللي أقرها السيد الرئيس عندما أصدر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021. الثمرة دي اللي اطرحت على البرلمان النهاردة كانت جاية وفيها نص بيقول ان يطبق القانون ده من 1/10/2024 سادة النواب واعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المناقشة يوم السبت والنهاردة في الجلسة العامة كان في مطالبات تصل لحد الاجماع يعني ان القانون يعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. الحكومه استجابت لمطلب الساده النواب وتم تعديل الماده الخاصه بسريان القانون وفعلا هيبدا العمل به من تاريخ نشره ان شاء الله في الجريده الرسميه. ده مكتسب دستوري والتزام دستوري تعاونت فيه كافه مؤسسات الدوله حتى يكون المنتج مطروح على أرض الواقع وقابل للنفاذ. ده من ناحية. إنما أنا بحب أمتاز الفرصة وأطمن السادة المشاهدين إلى أن لجنة الإجراءات الجنائية الفرعية اللي بيشارك فيها مجلس الوزراء ومجلس القضاء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ومجلس الدولة ومجلس قوم حقوق الإنسان ونقابة محامين مصر لأول مرة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومي ومجلس الشيوخ كمان قامات قانونية كبيرة جدا انتهينا لتنظيم عدة أمور هامة جدا يمكن فيها أمور لأول مرة يتم تنظيمها زي وإحنا أنجزنا حوالي 90% من مشروع القانون المتكامل. يبقى مواد قليلة ننتهي من مناقشتها حتى يطرح القانون للمناقشة إن شاء الله داخل الجلسات العامة. يعني من الامور اللي يعني استاذن سيادتك ان اشير ليها أرجوك. في مجال الحقوق والحريات العامه تم تنظيم مساله ان لا يجوز تفتيش المساكن او المواطنين
أو القبض إلا بأمر قضائي مسبق. تم معالجة مشكلة الأحكام الغيابية باستحداث طرق جديدة للإعلان تواكب العصر عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك من الأمور. تم تنظيم مسألة الوضع على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر. لأول مرة يتم تنظيم مسألة حماية الشهود والمبلغين والمتهمين. أيضا تنظيم ما يتعلق بالحبس الاحتياطي والتعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض عن فترات الحبس في حال الحصول على حكم براءة. تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة وفقا لدستور 2014 بأن هي الأمينة على الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق وتحريك الدعوة الجنائية ومباشرتها أثناء سرها. وبالتالي يعني كل ما يطمح إليه المصريين في قانون الإجراءات الجنائية إن شاء الله يكون موجود على طاولة البرلمان خلال الفترة القليلة القادمة. أما عرض ما يتعلق باستئناف الجنايات اليوم وغدا إن شاء الله يتم الانتهاء منه تماما بموافقة نهائية بإذن الله. ده نتيجة الاستحقاق الدستوري كان مرتبط بعشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014. العشر سنوات دول ينتهوا إن شاء الله يوم 17 يناير 2024. وبالتالي كافة مؤسسات الدولة تعاونت معا حتى يخرج هذا القانون إلى النور. وعشان كده المستشار الدكتور حنفي جبالي اللي بوجه له الشكر على دعمه ومتابعته وإزالته كافة المعوقات التي واجهت اللجنة الفرعية وصف اليوم بأنه يوم تاريخي ونقلة نوعية إن شاء الله في مجال حقوق الإنسان في مصر. طيب هنا أنا سيادة النائب هسأل شوية أسئلة، معلش هطول عليك. أنا حابة أول حاجة بسألة ده معناه أن أنا هيبقى في عندي برنامج واضح لحماية الشهود في مصر؟ قانون الإجراءات الجنائية المتكامل اللي احنا يعني مجمع الانتهاء منه خلال فترة قليلة جدا بينظم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين كمان. كويس جدا. طيب الحاجة الثانية بينظم التعويض في مسائل الحبس الاحتياطي. أيوة ده مهم جدا للكثير من المنظمات العاملة في مجال حول طبعا ده مهم جدا. لكن أخيرا بشأن العمل بالقانون بدءا من بدلا من الأول من شهر أكتوبر 2024 وإنما فور نشره بالجريدة الرسمية، نتوقع نشره في الجريدة الرسمية تقريبا بعد قد إيه؟ يعني أعتقد أن مجرد انتهاء مجلس النواب غدا من الموافقة النهائية على مشروع القانون سيتم إرساله لرئاسة الجمهورية للمصادقة. في اعتقادي الشخصي أن السيد الرئيس سيصدق عليه وينشر في الجريدة الرسمية فوراً بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. ممكن يعني قبل ما نروح للتقرير اللي عايزين نعرضه على حضراتكم ثم الفاصل وما إلى ذلك، أنا الحقيقة أقعد أفكر معاك شوية، معلش هتفك معاك بكلمتين زي ما بيتقال، بنخطط أحسن من زمان؟ يعني أنا لفت لنظري جدا كلام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول التخطيط اللي بيتعمل لمصر خلال السنوات القليلة الماضية، يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا دول. والحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي ما تكلمش بس على فترته كرئيس لمجلس وزراء مصر وإنما تحدث عن فترة ما بداية 2014 وحتى هذه اللحظة، وده شيء الحقيقة يحسب ليه جدا يعني. وتكلم على قد ايه احنا فعلا دلوقتي بنخطط بشكل مختلف وانه يعني اللي سبقونا لم يكونوا بيخططوا بهذا الشكل، على ما يبدو انه كلام دكتور مصطفى مدبولي اثار غضب البعض او اثار حفيظة البعض او جه على جرح واحد او اتنين او بعض. والسؤال يجي انه وليه جه على الجرح يعني وليه نزعل؟ اولا مفترض انه كل ما هو حديث يجب أن يتفوق على ما سبق عليه، ده أصلا افتراض ويجب أن يكون هذا الافتراض واقعا وإلا تأخرت الأمم والمجتمعات بل وتخلفت. وعلى كلمة تتأخر أو تتخلف ده مش معناها تتخلف يعني، لكن تتخلف عن الركب، تطلع بره مسيرة الأمم المتقدمة.
احنا زمان الحقيقة كنا بنخطط وحش جدا، ولهذا تخلفنا عن الركب وتأخرنا عشرات السنوات عن كل الدول. وخليني أفكر اللي أثيرت حفيظتهم، وأنا لن أذكر أسماء لأنه بعضهم أتفه من أنه يذكر اسمه يعني. أنت أتفه. أقول لك مثلا، هضرب لك مثل بسيط قوي. مين كان يقول أنه طريق رئيسي كبير هام يربط بين أهم محافظتين أو مدينتين في جمهورية مصر العربية اسمهم القاهرة والأسكندرية يكون ثلاث حارات؟ إيه اللي في مخيلة اللي كان بيخطط للطريق زمان؟ زمان زمان يا عمور عمرو بيقول لي يا عم المشاهد، زمان بكلمك على زمان. إيه اللي كانت في المخيلة؟ كانوا حارتين ولا ثلاثة؟ لا، كانوا حارتين وحتة صغيرة كده على الجنب في اخر الطريق عشان لو عجله نامت بتاع يعني قال يعني كده انت هتقف تغيرها يعني. وحتى ما كانتش معموله بالاشتراطات بتاعه الامن والسلامه يعني. حلو. فانا الاول هسالك، ايه اللي كان في مخيله اللي بيخطط لنا الطرق ده؟ العباقره اللي كانوا بيخططوا لنا الطرق. طب هم كانوا عباقره؟ حاضر يا سيدي كانوا عباقره. طب ايه اللي كان في مخيلتهم؟ هو عمر ما كان في مخيلتهم ان هم لما يجوا يعملوا طريق زي ده ان هم يخلوه 4 و5 و6 مثلا زي دلوقتي كده؟ طب ما كانش في مخيلتهم، او كان في مخيلتهم ايه لما كانوا بيسيبوا النقل التقيل ماشي مع العربيات الملاكي عادي، وبالتالي تزيد معدلات الحوادث لمعدلات تخض على طريق مصر اسكندريه اللي هو ايه ده؟ طبيعي، واحد ماشي بالمقطوره، واحد ماشي بنقل قلاب، الله 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 الله، واحد ماشي بنص نقل وبيجري او ما بيجريش. طب ايه مخيلتك في ان انت ما كنتش بتفعل منظومه راداريه حقيقيه علشان تقدر تشوف المخالفات اللي بتجرى، سواء اذا كان بقى سرعه ولا تليفون ولا حزام ولا 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 ايا كان؟ ايه سؤالي بقى، كان ايه في مخيله العباقره الشطار اللي كانوا بيخططوا أحسن من دلوقتي يعني؟ ده على رأي بعضهم اللي أثيرت حفيظتهم للدرجة دي فانطلقوا على تويتر وبتاع. انت شايف ان ده كان تخطيط عظيم انك تعمل لي طريق مصر اسكندرية الصحراوي حارتين وحتة وتمشي معايا النقل التقيل على نفس الطريق هو هو بجد؟ طب وانت ايه رأيك في الطريق الحالي بقى؟ يعني بتاع زمان كان أحلى مثلا واحنا ما كناش واخدين بالنا؟ ده على سبيل المثال. طب ايه اللي كان في مخيلتك في طريق العين السخنة والبحر الأحمر؟ طب ليه ما عملتش طريق الجلالة الجديد زي ما احنا عملناه لما انتوا كنتوا كويسين وشطار وحلوين وما جابتكوش ولادة؟ طب لما انتوا برضو كنتوا شطار وحلوين وما جابتكوش ولادة، ما عملتش العالمين الجديدة ليه؟ وما عملتش المنصورة الجديدة ليه؟ وما عملتش إسماعيلية الجديدة ليه؟ طب ولما انتوا برضو كنتوا شطار ما عملتولناش ليه تأمين صحي شامل؟ 30 سنة ما فكرتوش في الموضوع؟ 30 سنة ما فكرتوش في منظومة طرق وكباري ومنظومة نقل؟ 30 سنة معيشنا بخط ونص، يعني يا ريتهم خطين، خط ونص بتاع مترو الأنفاق وزللنا بيه، عملنا لكم مترو الأنفاق. إيه يا أخي؟ يا راجل انتوا ناس منطلقه ولفه وشايفه العالم وسويسرا وشغل وحسابات واللازم منه واخر حاجه 100 فل و14، يعني شايف العالم ماشي ازاي؟ ما كنتوا تعملوا لنا الكلام ده هنا؟ لكن انتوا كنتوا شطار ومخططين بارعين وما كنتوش لا فشله ولا حاجه خالص. 30 سنه يا راجل سايب المنظومه الجامعيه بتقطرها بشوية جامعات كل كام سنة يلا هنفتح كلية إن شاء الله، أو هنعمل جامعات خاصة خلي القطاع الخاص يكسب يلا مش مشكلة، طب احنا هنراقبها، طب هنشوف معايير جودتها، طب احنا مهتمين بأنه المنظومة الجامعية المصرية تبقى موجودة في المواقع الدولية وأبقى ليا تصنيف. طب أنا راضي ذمتك، أنت اللي كتبت تصنيف الجامعات اللي في مصر كان في كام جامعة مصنفة على كيو اس او على تايمز او ساراماجو او الصين، وتصنيفهم كان رقم كام؟
لما انتوا كنتوا مخططين بارعين قوي كده ومش عاجبكوا قوي التصريحات بتاعت رئيس الوزراء. بالمناسبة انا بكلمك على رئيس الوزراء اللي احيانا انتقد بعض من السياسات او بعض الاجراءات او بعض القرارات وعلى الهوى، والرجل الحقيقة متفضلا مشكورا ابدا لا يستاء، بل بالعكس يتقبل هذه الامور بصدر غاية في الرحابة، غاية في الرحابة. لكن انتوا اول ما الحاجة جت يا نهار ابيض، لا وايه يعني ده معناه بقى ان احنا ما كنتوش كان عندنا كم جامعة في مصر خلال 30 سنة؟ طب بنيتوا كم جامعة جديدة؟ طب ليه ما عملتوش جامعات اهلية جديدة كيفما عمل في 10 سنوات؟ طب ليه ما اشتغلتش على تصنيف الجامعات؟ طب ليه ما اشتغلتش على الطرق؟ طب ليه ما اشتغلتش على المدن الجديدة؟ طب ما اشتغلتش ليه على البنية الصناعية المصرية؟ طب ليه ما اشتغلتش على المواني؟ بجد والله ليه؟ يعني قولوا لنا بس السبب، فهمونا، ليه ما عملتولناش تأمين صحي شامل مثلا؟ يعني ليه ما عملتوش مطار سفنكس ولا مطار القطامية ولا ليه ما حدستوش الجيش المصري؟ ليه ما نوعتش مصادر السلاح؟ تعرف تجاوب على دي؟ طيب لما انا عمرو بقى قلت عمرو زكريا بفكر ليه، ما انا قلت على منظومة الطرق والكباري ومنظومة النقل، ليه ما نوعتش مصادر السلاح؟ شفتني انا بعمل لك ليه؟ خلينا نشوف تقرير الحقيقة حول أنه امبارح مساء أمس يعني انطلق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. حبيبي أجمل حاجة في حياتي معرض الكتاب. أتذكر طفولتي، حقيقي طفولتي بمعنى الحرفي لكلمة طفولتي، لما كانت أمي ربنا يديها الصحة تاخدني أنا ومريم أختي علشان نروح معرض الكتاب، كان وقتها في أرض المعارض في الزمالك، وبعد كده انتقل إلى أرض المعارض بمدينة نصر زمان، والله، وكانت هي اللي تشجعنا ناخد بعضنا ونروح معرض الكتاب، وكانت هي اللي تقول لنا إن ميزانيتنا في الكتب مفتوح، يعني نجيب كتب بقد إيه ملكوش دعوة، هاتوا الكتب اللي انتوا عايزينها، فكانت تشجعنا جدا على القراية. شوف بقى المؤتمر الصحفي اتعمل فين؟ اتعمل في المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وشهد هذا المؤتمر الكشف عن أبرز ملامح الدورة 55، عدد الدول المشاركة، أهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية اللي هيشهدها المعرض السنة دي. معرض الكتاب الدولي في القاهرة واحد من أكبر وأهم المعارض على مستوى العالم، أقدر أقول لك بملو الفم أكبر وأهم معرض للكتاب في المنطقة بأسرها. شوفوا التقرير ده، وأرجوكم مع انطلاق المعرض لازم تروح وتشتري وستجد ما يسرك، بس مش تشتري وتحتفظ في المكتبة، تشتري وتقرأ. طبعا يونس أكيد عامل ميزانية، ده يونس ممكن يكون واخد قرض عشان يطلع على معرض الكتاب. نشوف التقرير وبعدين فاصل ونرجع نكمل الكلام. اليوم نطلق الدورة 55، هذه الدورة التي أتطلع إلى أن تكون علامة فارقة في تاريخ معرض الكتاب بالقاهرة، حيث بذل الكثير من الجهد وسخرت الدولة المصرية إمكاناتها تقديراً لمكانة الثقافة والكتاب. ومن هنا أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للمعرض، ولدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل المؤسسات المصرية شريكة النجاح. كما يتقدم اتحاد الناشطين العرب بكل التقدير والشكر للحكومة المصرية على قرارها الحكيم بضم اتحاد الناشطين العرب إلى اللجنة الإدارية العليا لتنظيم المعرض ممثلا في رئيس الاتحاد، كي يعبر عن وجهة نظر الناشطين العرب في مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي، يحققوا الفوائد المرجوة لهم في عرض إصداراتهم المتنوعة في شتى مجالات العلم والمعرفة. فقلما تنتهج المعارض العربية للكتب ذلك الفعل وتضم ممثلا عن الناشرين العرب في تنظيمها. كما يشكر اتحاد الناشرين العرب وزارة الثقافة ممثلة في معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني للدعم والمساندة للناشرين العرب
في مشاركتهم بالمعرض من خلال توجيهاتها للقائمين على تنظيم المعرض الهيئة المصرية لعمل الكتاب بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد بهي الدين العساسي الذي بذل جهودا كبيرة ومعه فريق العمل وخاصة اللجنة الإدارية العليا التي أتشرف بعضويتي بها والتي أسهمت بصورة كبيرة في حسن الإعداد والتنظيم لإقامة المعرض. في كل عام لدينا حرص كبير على أن يكون هناك الكثير من الجديد هذا العام. أولاً مشاركة النرويج، مملكة النرويج ضيف شرف، هو اختيار استثنائي، اختيار لتلاقي الشرق مع الغرب، لقاء الثقافة، حوار الحضارات، أيضاً أن يكون هناك مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية من أجل أن نضع فكرة صناعة المعرفة كيف يمكننا أن نستقبل بها العالم الرقمي الجديد. هذا أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى احتفاء مهم بأقطاب الثقافة المصرية والعربية ممثلة في الاحتفاء بخمسينية طه حسين من خلال يوم كامل له، وكذلك تلاقي الاحتفاء بنازك الملائكة. أيضا هناك لقاءات فكرية متميزة مع أقطاب الثقافة المصرية والعربية والفكرية. لا أريد أن أنسى شيئا، لكن نحن أمام عشرات الفعاليات الجديدة، عشرات الشخصيات التي ستشارك البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. الاهتمام بالطفل أمر مهم للغاية، الاهتمام بالبرامج المهنية لمعرض الكتاب. So the Norwegian books and the Norwegian authors that will be presented. احنا طبعا عندنا عديد من المناقشات بين الكتاب النرويجيين اللي جايين مخصوص لمعرض الكتاب وهيتقابلوا مع كتاب مصريين، فهنا الجمهور المصري هيتعرف والعربي هيتعرف بشكل جيد جدا عن كتاب النرويج وكتب النرويج، بالاضافه الى ان في تعاون مع مكتبه اسكندريه كمان في بعض الأشياء. كمان في كتب كتير نشرت بالفعل في مصر من دار نشر مصرية وهتلاقوها موجودة في معرض الكتاب بشكل كبير. ديوان كمان هتبيع جزء كبير من الكتب اللي اترجمت translated from Norwegian to Arabic and have sold quite a lot actually in this in Egypt. اهلا 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 بيكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ وهل تابعتم فيلم الاسكندراني؟ ارجو ان تتابعوا فيلم الاسكندراني. لسه ما دخلتش فيلم الاسكندراني، بس انا هدخل فيلم الاسكندراني وهتفرج عليه لاسباب عده بصراحه. السبب الاول منها انه فيلم لخالد يوسف، فده لوحده بالنسبه لي كافي جدا. السبب الثاني هو انه انا عندي شكل من أشكال اليقين والتأكد أنه أكيد خالد يوسف أظهر حاجات جديدة في أحمد العوضي غير المتعارف عليها. يعني عوضي كممثل أكشن شهير، يعني يمكن أحد أبرز نجوم الأكشن كمان خلال الفترة اللي فاتت، فأكيد خالد كمان شاف حاجة زيادة في عوضي. الفيلم قصة وسيناريو وحوار الله يرحمه يا رب أستاذ أسامة أنور عكاشة، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي تشجعك جدا أنك تدخل تتفرج على فيلم سينما للأستاذ أسامة بعد كل هذه الفترة رحمة الله عليه. خليني الأول أرحب بالمفكر السينمائي كيفما اعتدت أن ألقبه، صديقي العزيز جدا 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 المخرج خالد يوسف. ازيك يا أستاذ؟ اهلا بيك يا يوسف، ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني قد الدنيا، اخبارك ايه؟ زمان ما شفتكش. والله بقى انا اللي مقصر ومقصر جدا كمان. لا يا حبيبي، اولا مبروك على الاسكندراني. الله يبارك فيك يا حبيبي. ودي يعني زي ما يقولوا كده بيسموها ايه، بيسموها مش عارف، دخله كبيره للسينما بعد فتره. ولا دخله كبيره ولا حاجه، فيلم عادي زي كل الافلام اللي عملتها. الله على التواضع، تواضع المبدعين دايما ده. لا فيلم عادي ايه، لانه انا وانا بتابع الحقيقه اللي بيتكتب عن الفيلم واللي بتابع عن اللي بيتكتب برضه عن ايرادات الفيلم، اذا فهو فيلم غير عادي، فيلم كتبه أسامة انور عكاشه ويخرجه خالد يوسف. وده خليني هسال، ايه اللي بيقدمه خالد يوسف في الفيلم ده بالتحديد واللي خلاه راح لقصه الاستاذ أسامة انور عكاشه؟ انت عارف طبعا أسامة كلنا تربينا وجدالنا تشكل على الدراما التلفزيونية بتاعته طبعا، والراجل ده مشروعه واحد، يعني من اول مسلسل لاخر كلمة كتبها في حياته هو مشروع متصل كده، بيدافع عن الهوية المصرية، بيدافع عن ملامح الشخصية المصرية، بيدافع عن منظومة القيم الاصيلة اللي موجودة في الشخصية المصرية في كل اعماله. يعني فده عمل من امتداد لاعمال أسامة في الدفاع عن الهوية المصرية، واخد النموذج المرات اسكندريه.
وانت عارف يعني اسكندريه بالنسبه له يعني هو طبعا مكانه المفضل يعني صحيح للانطلاق بافكار يعني خلاقه يعني صحيح. فانا لقيت في العمل يعني حاجه مهمه جدا، وكان نفسي زي ما انا قلت قبل كده كان نفسي من زمان ان انا اعمل حاجه من اعمال اسامه انور وكاشه، وما اسعدنيش الحظ طبعا لان انا مش من جيله، فوقع في ايدي هذه القصه، ولما قريتها حسيت ان انا ممكن اقدم فيها يعني رؤيه معاصره للي بيحصل دلوقتي اتصالا بكل اللي حصل في مصر في الخمسين سنه الاخيره يعني. حلو جدا. انا كنت لسه بتكلم على احمد العوضي في الاسكندراني، انا لسه ما شفتش الفيلم يعني لازم اتفرج عليه ده مما لا شك فيه، بس كنت بقول اكيد اكيد خالد يوسف بيقدم العوضي بشكل عام ما اعتدناه، يعني بشكل قصدي مختلف عام ما اعتدناه. عوضي ممثل اكشن معروف ذائع الصيت ناجح في كل ده، لكن بالتاكيد خالد ما اختارش عوضي بس عشان الاكشن، في حاجه تانية. لا بكل تأكيد الأكشن في النهاية عنصر مساعد مش هو عنصر الفيلم الأساسي يعني. أنا اخترت عوضي لأنه هو موهوب واستشعرت فيه موهبة لم تظهر بعده، وإمكانيات مكبوتة جواه ما فيش عمل طلعها حتى هذه اللحظة. وأنت عارف أنا دايما براهن على الموهبة وعلى تقديم بطل جديد للسينما المصرية، لأن ده واجبنا إن ما نخليش الحكاية قصرة على 3-4 نجوم هم لو ما وافقوش على فيلم الفيلم يموت يعني. صح. لازم كل سنه نقدم بطل واثنين عشان تستمر الصناعه يعني. مظبوط. فدي عادتي طول عمري يعني، وده شغفي وده الشالنج بتاعي او التحدي اللي دايما بعمله، ان انا اقدم بطل جديد وينجح مع الناس ويبقى عندي يعني احساس يعني بالارتياح ان انا اعرف اقدم ده واستشعر ان ده يبقى فيه طاقه ما والناس كمان تستقبله كويس، فاحس بشعر ان انا كان عندي حق يعني. فعوضي نجم من طراز رفيع اولا رايي، لانه عنده دقب في الشغل ما شفتوش في حياتي في كل النجوم اللي انا اشتغلت معاهم، دقب غير محدود، وبيشتغل 24 ساعة تدريبات طول الوقت ما بيكلش ولا بيمل، وفي نفس الوقت موهوب يبقى وملائم جدا للشخصية اللي كتبها أستاذنا أسامة أنور وكاشة، خليت إن الزمن عليا أقدم. طب ده شيء رائع. هرجع هنا بقى على نقطة وهي صخب أثير حول أغنية من أغاني الفيلم واتهام رامي جمال الدين بأنه الأغنية مش بتاعته، رأيك إيه في كل ما أطلق من صخب لو صح التعبير يعني؟ لا هو الصخب طبعا له يعني أصله، أنه بالفعل أنا من ساعة ما بدأ ملحن كتب بوست عن الأغنية ديت لقيت جالي حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها جالي 6 شعراء وبيقولوا ان الاغنية بتاعتهم 6 و6 مرات او اكتر من 7 مرات في بوستات على الفيسبوك من سنة 2014 كاتبة نفس الكلام. ممكن ابعته لك كمان، ابعته للمعد كمان لو عايز يعني. يعني هو صادق من غير ما تبعت، بس فعلا ابعت لي عشان اقرا. عندي صاصة عامل اغنية تانية في الفيلم مغني نفس الاغنيه ديت في زمن ما معرفش وايه، حد بعتها لي برضه، فلقيت حاجه في منتهى العجب يعني. انا بس عايز انبه الجمهور العزيز انه اي حد بيكتب قصيده، اولا القصيده ديت هي عرضت عليا ازاي؟ عن طريق عصام كاريكا، ما جابليش الكلام ده، جاب لي الاغنيه ملحنه ومغناه. حلو. وقال لي أنا سامع إن أنت بتعمل فيلم، اسمع الأغنية دي يمكن يعني تنفعك في الفيلم. سمعتها لقيتها فكرتها لطيفة جدا ومتمشية مع الفيلم. فجبنا العصام وجبنا اللي كتب الأغنية وعمل التنازل، والتنازل ده بيقول فيه دايما أي حد بيعمل تنازل بيقول إن دي أغنيتي من بنات أفكاري وهو مسؤول عن ده. صح. وبيعمل التنازل على هذا الاساس، احنا مالناش غير كده، لان انا سمعت طبعا حد بيقول هي الشركه المنتجه لازم تتحرى، يعني ازاي يتحرى يعني؟ ايوه قال كده عندي في البرنامج وانا قلت له الشركه المنتجه لا علاقه لها سوى بالتنازل المكتوب. بالظبط، اللي بيكتب التنازل هو المسؤول امام القانون، لو طلع ان هو كلامه مش مظبوط هو اللي المفروض تروح تاخد حقك منه يعني، بس ده من حيث الاصل كده عشان نبقى عارفين الحقوق فين. صح. انا حتى هذه اللحظه للامانه الشديده لم اتبين
مين كاتب الاغنيه دي بشكل اللي هي الفقره اللي هي انا الفيلم اللي مات بطله، انا مسرح بدون جمهور، دي اللي مكرره في الست اغاني اللي اتبعتوا لي. وبالتالي اكيد لها مبدع اصلي. طبعا. انا مش وظيفتي ان انا اقعد اعمل فيها مباحث واتحرك. انا وظيفتي دلوقتي ان اللي شايف ان هي بتاعته وعنده ما يثبت انها بتاعته يتوجه فورا للرقابه على المصنفات الفنيه اللي عندها التنازل، او يتوجه للنقابه ويعملوا فيها تحقيق ويشوفوا مين صاحب الاغنيه الاصليه كلمات. طبعا ما فيش اي شبهه على اللحن، لحن عصام كاريكا ملوش اي علاقه بكل الالحان اللي جات لي. تمام، فعصام كاريكا بره الموضوع. جميل. الكلام كله هو في الفقره دي، انا الفيلم اللي مات بطل وانا مسرح بدون جمهور، دي مكرره في ست سبع اغاني جات لي فيهم. فانا رايي اللي كتبها عليه ان هو يتوجه بالشكوى والنقابه او الرقابه تحقق وتشوف مين صاحب الاصل، صاحب الحق الاصلي. صاحب الحق الاصلي ده تبلغني بيه النقابه، وانا ما عليا غير ان انا الحق الادبي بتاعه ادهوله، بمعنى ان انا اغير له التتر مع ان التتر نزل، لكن مستعد لان انا بأؤمن انه الحق الادبي اهم حاجه، ان انا اغير له التتر واحط له اسمه ككاتب للاغنيه لو ما طلعش رامي هو اللي كاتبها. ده اللي عنده الاجر اللي خده رامي لو طلع ان مش رامي هو اللي كتبها، عليه ان هو يديه للاخ اللي كتب الغنوه لو رامي طلع ان هو مش هو اللي كاتبها. الجمله دي انا بتكلم على الجمله دي، واخد بالك؟ لان الجمله دي بلا ادنى شك انها جمله مفتاح في الاغنيه، وانا بعترف بده، وبالتالي حق اللي كتبها الاولاني لازم يتعرف، لان انا راجل امين مع الناس طبعا، وما اقدرش ما اديش الناس حقها الادبي. فلما تعمل النقابه او الرقابه تحقيق وتصل للحقيقه يبلغوني، وانا مش خسران حاجه، يعني انا هدي الراجل حقه الادبي وحقه المادي موجود مع رامي لو ما طلعش رامي هو اللي كاتب الجمله دي الاصليه. بل بالعكس، انت هتتكلف عناء تغيير تتر الفيلم، ده في حد ذاته مش بس مجهود، ده كمان مجهود وفلوس. ما اديش حق لحد مش حق، بس صحيح يعني، بس يعني حتى لو رامي جمال كاتب يعني الجمله دي مش بتاعته وبقيت القصيده بتاعته والرقابه او النقابه اقرت بده، يكتبوا هما الاثنين على التتر، ما عنديش يعني، عندي كل الـ يعني الحلول اللي بعد ما يحصل التحقيق ويكتشفوا مين الكاتب الجمله الاصليه ومين كاتب بقيه الحاجه، ان انا عليا ان انا اقدر اعمل لهم اللي هم عايزينه. بلغوني بالقرار النهائي وانا هعمل اللازم. بالظبط كده. كما جرت العاده، انا اشكرك جدا 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 جدا، وان شاء الله لازم هنتقابل قريب جدا جوه البرنامج بره البرنامج، لازم نتقابل ضروري قوي خالص. انا بشكرك جدا 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 خالد، نورتني وشرفتني كما جرت العاده، كل الشكر لمخرج خالد يوسف واللي كان واضح جدا في كلامه. صح، الشركة المنتجة لا علاقة لها بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، طالما أنه التنازلات واضح، ده واحد. اتنين، أنا بس يعني بلخص لك كلام خالد يوسف. الحاجة التانية، إذا ثبت أن هناك حق أدبي لأحد، خد بالك خالد يوسف قال لك جملة، قال لك ده في ستة، أيا كان التحقيق يتعمل من الرقابة على المصنفات والنقابة يصلوا إلى قرار نهائي، ساعتها خالد قالك طيب حاضر، الحق الأدبي عندي أنا أغير التتر، أما الحق المادي فده ساعتها ممكن يبقى عند رامي جمال الدين. بالمناسبة فرقوا ما بين رامي جمال المطرب والملحن ورامي جمال الدين الشاعر الغنائي، فهيبقى عند رامي جمال الدين، وده موضوع آخر لا علاقة لي به من قريب أو بعيد. طيب تعالوا بقى نشوف الانتخابات الأمريكية ومسار هذه الانتخابات، وهل نتيجة تجمع أيوا هيأثر على الانتخابات أو هيأثر على مسار الانتخابات الأمريكية وهذا السباق الرئاسي الأمريكي؟ إيه هي الفوارق ما بين التجمعات أو المجمعات الانتخابية والانتخابات التمهيدية؟ خلونا ناخد معانا على التليفون الكاتب والباحث السياسي من فيرجينيا الأستاذ محمد العالم، أهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، معلش انا هستاذنك، هتحاول تعلي صوتك وتقرب شويه من التليفون، كما استاذن زملائي ايضا ان هم يعلوا لي الصوت قدر الاستطاعه لانه الصوت بعيد. كنا بنتكلم عن الفوارق، او يعني الاول هتكلم على المؤثرات على مسار الانتخابات، وهل المجمع الانتخابي لايوا ممكن يؤثر على
المسار الانتخابي في الانتخابات القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، هو يعني البداية عموما وهذا التجمع الانتخابي بيكون له تأثير، هو ليس تأثير في المسار العام، ولكن هو بيعطي بعض المؤشرات وقد يعطي أمال لمرشح كانت يعني الترشيحات بعيدة عنه نوعا ما. إذا يعني لو رجعنا السوسف اللي قبل كده في الانتخابات اللي كان فيها دونالد ترامب، هنلاقي أن تيد كروز ولو هو ما كانش ليه أمال كبيرة في الانتخابات، لكنه فاز ب يعني الانتخابات الأولى في أيوا، وبالتالي كان هناك يعني زادت ترشيحاته، لكن بعد كده ترامب استطاع كانت يعني فرق كبيرة بينه وبين المرشحين في هذا التوقيت. طيب أستاذ محمد، الصوت عمال بيقطع جامد، فأنا طب أنا هجرب أتصل بحضرتك. أيوة كده كويس، الصوت أصبح أكثر وضوحا، معلش شوية يعني يبدو أن الشبكة مش قد كده. كمل يا فندم أنا سامعك. أيوة فندم، أنا كنت بقول لحضرتك أن بناء على الانت يعني على ما سبق، هو يعني العملية دي أو البداية ممكن أنها تكذب استطلاعات الرأي نوعا ما أو تعطي مفاجأة، لكن هذه المفاجأة لا يعني لا تكون نهائية أو لا تؤثر في الشكل العام لتحديد المرشح النهائي. حتى الآن ترامب هو الأوفر حظا في جميع الأحوال، لكن الولاية دي بالذات كان بيبقى لها تقديرات أخرى بما أنها تجمع انتخابي، أو هي من الولايات القلائل اللي بتعتمد على فكرة يعني التجمع الانتخابي والتصويت عن طريق المندوبين، وبالتالي من الممكن أن هي تصعد وجه اخر غير اللي توقعته الترشيحات او الاستطلاعات ما قبل بدء العمليه، لكنها بالتاكيد لن تؤثر في العموم او في عصب هذه الانتخابات وتحديد المرشح النهائي، لان العمليه لا زالت طويله والتصويت ممكن ان يحدث مفاجات او يوافق استطلاعات الراي اللي اكدت ان ترامب هو المرشح الجمهوري القادم. طب الانتخابات الأمريكية يعني معقدة أكثر من الانتخابات كما نعلمها لدينا أو حتى في أغلب دول العالم، فما هو الفرق ما بين التجمعات الانتخابية أو المجمع الانتخابي وما بين الانتخابات التمهيدية؟ طب هو يمكن يعني فكرة المجمع الانتخابي هي تجمع يعني الجماهير أو الأعضاء بولاية معينة كأيوة في يعني بعض يعني المنشآت الرياضية أو المنشآت العامة، بيتم توافق فيما بينهم في الآراء على مرشح معين، وبيكون ليهم مندوبين هم اللي بيتولوا عملية التصويت بناء على الإجماع الشعبي أو إجماع الجماهير في دوائرهم أو في تجمعاتهم. لكن الانتخابات التمهيدية بتعتمد على التصويت التقليدي، هو أن يعني كل فرد بيتوجه إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بالحزب، ولكن الحزب الجمهوري وبيتم إعطاء ورقة تصويت فيها أسماء كل المرشحين، وهو ليه كل الحرية أن هو يختار من يريد ويصوت له بالطريقة التقليدية التي تجري في الانتخابات الأمريكية العامة. لكن بنأتي في الانتخابات يعني الحزبية بتكون في بعض الولايات يعني مختلفة نوعا ما، لكن يعني كما قلت كل يعني سواء يعني العمليه التمهيديه او فكره التصويت بالمجمع الانتخابي لا تؤثر في يعني قابليه مرشح لاخذ اصوات الجماهير في ولايه اخرى. لكن كما قلت يعني الاهم من ايه، وحتى ربما تكون يعني يكون عمليه التصويت القادمه في نيوهامشير، لان نيوهامشير بتعتمد اولا على التصويت ايوه والاستطلاعات في ايوه بتؤثر على نيوهامشير. هذا كما قلت يعني ايوه ربما ان هي تعطي مرشح افضليه على عكس استطلاعات الراي، لكن نيوهامشير هي من ستبدا الاحتدام الانتخابي الحقيقي. عظيم جدا، بشكرك جدا جدا الكاتب والباحث السياسي استاذ محمد العالم محدثنا من فيرجينيا الولايات المتحده الامريكيه. استاذنكم نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل فضيله الشيخ الدكتور احمد كريم استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، بعد اذنكم استنى.
اهلا 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 بحضراتكم، وكل الترحيب بمولانا فضيله الدكتور الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. منورنا مولانا. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. دلوقتي مولانا جالنا سؤال كده او فكره، يعني الفكره بتقول انه ماذا لو انه سيده كانت متزوجه ثم حصلت على الطلاق، وهذه السيده تستحق معاش، بس بعد كده هي هتتجوز حد تاني، فتقرر انه الزواج يكون عرفيا حتى تستطيع انها تحصل على المعاش، ما قولكم دام عزكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله القائل: كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. وبعد، فبادئ ذي بدء، سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو كان خال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ابن عم أمه سيدتنا آمنة بنت وهب عليها سلام الله ورضوانه. فجاء سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو من العشر المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، سهم في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سعد بيقول له: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. النبي لم يقل له: أنت خالي، أو أنت من العشر المبشرين بالجنة، أو أول من رميت بسهم في سبيل الله فأنت مستجاب الدعوة، لا محابة في ذلك. قال: يا سعد، حتى ما قالش يا خالي، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الله. إن الرجل لا يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي من حرام، فأنى يستجاب له. من هنا نعلم أن هذه الصورة هي على فكرة بتقع كثيرا، وهقول لك بس العلاج إيه. أولا، يحرم الاستيلاء على المال العام، لأن في خلط عند كثير من المواطنين أن المال العام في تصورهم ليست له حرمة. من قال ذلك؟ حرمة المال العام أكبر من حرمة المال الخاص. حرمة المال العام أكبر من حرمة المال الخاص. ولذلك لما يأتي هذه الصورة الاحتيالية، أن رجل وامرأة يتفقان على زواج غير موثق، يعني بهدف استيلاء المرأة على أموال التأمينات، هذا كسب خبيث، وهذا تحايل محرم ومجرم، ويجب على الأجهزة المعنية التصدي لهذه الجريمة النكراء. بإيه؟ حاجة بسيطة: تعديل قانون التأمينات. أنا بكلمك بصراحة، أصل إحنا مش دورنا إن إحنا إيه نشخص الداء ولا نصف الدواء، يبقى ما عملناش حاجة. طب التعديل يبقى إيه؟ نعم؟ التعديل يبقى إيه؟ هقول لك التعديل يبقى إيه. التعديل أولاً، هذه المرأة قد تكون بائسة، فقيرة، معدمة إلى آخره. هي بتاخد معاش مثلاً، نفترض من أبيها. أبوها اللي مات مثلاً. طب ما هذا الأب سدد لخزانة الدولة أقساط تأمينية طوال خدمته الحكومية. فلما يأتي الورثة في وضح النهار وتأخذ هذا المعاش، بدل من التحايل، بدل من التلاعب، بدل من الغش، لأنها ستقع ومن عاونها على جريمة نكراء الله قرنها بجريمة عبادة الأصنام أو الأوثان في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فده قول زور وفعل زور، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يعني كان متكئا كده مع أصحابه رضي الله عنه، رفع الكلفة شوية، فبيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟
قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم اعتدل بعد أن كان متكئا فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا، حتى ترددها كثيرا. فأشفق عليه سادتنا الصحابة، سادتنا الصحابة رضي عنه، قالوا يا ليته سكت. فحضرتك أنا بناشد وزارة التأمينات أنها تعالج هذا الخلل وهذا العوار، أن يسمح للمرأة التي تأخذ معاش سواء بقى كان من جدها، كان من أبيها، كان من أخيها، قد تبال حضرتك، كان من زوجها الراحل ومات وتريد أن تبقي عليه وتتزوج غيره، يبقى هنا نقول لا يا وزارة التأمينات مشكورا، رجائي إصلاح هذا الخلل حتى يطعم الناس الحلال. مش هي هتبقى في عصمة راجل وقد يكون فقير، قد يكون معدم. هقول لستك حاجة، قد تكون خايفة من تجربة فاشلة أنها ستتزوج وقد تطلق، وبعدين عشان ترجع بقى بتعقيدات استخراج المعاش هتأخذ أشهر عمل الأمور ما تستوي على عودها. احنا بقى في ايدنا ايه؟ نعالج الخلل، نعالج الخلل. ليه؟ لان نريد للمجتمع ان يطعم لقمة الحلال. الحلال بين والحرام بين وبينهم امور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد الصبر لدينه وعرضه. طيب انا هروح على طول على فاصل قصير ونعود مرة تانية مع فضيلة الشيخ الدكتور احمد كريمة، استنونا لو سمحت. والله لا نستطيع سوى الاستزادة من مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم، منورنا. وكنا عايزين نتكلم وإن كان في الدقيقتين اللي فاضلين عن الأشهر الحرم. هي مذكورة في قول الله تعالى الآية 36 سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو عتاب المحبين، القتال يحرم في الأشهر الحرم، ونحن في شهر رجب الأصم لعدم وجود آلات القتال فيه، والأصب لأن الله يصب فيه الخير. الله. وبالمناسبة شهر رجب بداية الحمل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المناسبة يغفل عنها كثير من المسلمين. أنا بس عتاب المحبين أقول للمتقاتلين في اليمن، في العراق، في سوريا، في السودان، في ليبيا، في الصومال، أين نحن من تعظيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ أين نحن من تعظيم هدنة على الأقل في الأشهر الحرم وشهر رجب الذي دخلنا فيه من الأشهر الحرم؟ يعني شوف سيدنا عمر عليه رضوان الله يقول إيه؟ كان الواحد في الأشهر الحرم فيما تورثه العرب من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يلقى قاتل أباه أو أخاه فلا يتعرض له. يعني شوف الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون الأشهر الحرم تعظيمهم لما نقل عن الملة الحنفية سيدنا إبراهيم عليه السلام. النبي أبقى على هذا، على هذه الحرمات، وقال إن الزمان قد استدار كيوم هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرض الذي بين جماد الأخيرة وشعبان. فأنا بسأل وبقول حتى الجماعات الإرهاب والإرعاب التي كانت لا تعظم ولا تلتفت إلى هذه الحرمات، أقول للمسلمين على المستوى العام والخاص عظموا ما عظمه الله بالكف عن القتال في الأشهر الحرم، لعل النفس البشرية تأخذ هدنة وتعود إلى الأصل الأصيل، السلام والأمن والأمان. اللهم أمين يا رب، نعم علينا بالسلام وبالأمن وبالسلام على كل البشرية. مولانا نورتني وشرفتني كمجرة العادة، مش عارف أشكرك إزاي، كل الشكر لفضيلة الشيخ. سريع عندك بقى طلب عناية.
مسألة العوار في تأمينات اللي اتكلمنا عليه في الجزء الأول أرجوك أن تتبناه في مجلس النواب الموقر. أنا أعتقد ممكن بس بضوابط يتحط عليه ضوابط متعلقة ببحث الحالة الاجتماعية للتأكد إن كانت الزوج الثاني موسور الحال لا تستحق المعاش بتاع الأب أو الأخ مثلا، وإن كان معدم أو يعني مسكين أو شيء استحقت هذا. ماشي الكلام، يبقى هنشتغل على كده. أنا أشكرك مرة تانية مولانا، كل الشكر بارك ليك. الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، كل الشكر. وحضراتكم طبعا ليكم كل الشكر على حسن المتابعة. ثواني يكون موجود معانا حيالا بالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.